عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح. شفنا العبيدي اليوم هنا اسماعيل راح يسوي لنا ملوخيه، ملوخيه على الطريقه السوريه. الطريقه السوريه طبعا بس بالتوضيح، الطريقه السوريه يعملونها بس بالدجاج. اي بس احنا راح نعملها بطريقه خاصه يعني باللحمه، يعني هاي نقول على طريقه سوريه على طريقتك بس. أي. حتى ما يكون انه نظلمها الاكل السورية. اي طبعا حلو أكثر ايوه حق النشر محفوظه أيوة. تكون بس توضيح هام جدا. انا سويت الشاكريه، كثير ناس دخلوا علي الاكل السوريه الشاكريه، قالوا هاي الشاكريه ما بيصير هيك، يصير لا يحط لها ثوم لا نحط لها للحمه. انا صحيح وياكم بس احنا لازم نطور بالاكله، احنا ما نضل اكلنا نفس مثل ما هي منزله يعني واحد اختراع بس بالضبط. بس شلون طعمها اللي سويتها انا؟ طيبه كثير. يعني انصحكم تجربوها اصدقائي الاكل الشاكريه. فاتمنى ما عندكم يعني لا حد يقول انه والله هاي الاكله مو على اصولها، صح احنا مو على اصولها بس نقدمها انه بشكل طيب، لو مو طيب كان ما صورناها اصلا ما نسويها اصلا. زين هذا الاكل اللي اخترعه ما هو بالضبط بالضبط. فاليوم اصدقائي الملوخيه احنا بالعراق ما نستخدمها بصراحه هوايه. هاي الملوخيه الورقه مالتها تكون يابسه واكو خضراء، وهاي الورقه مالتها هيش تكون، شوفوا هاي الملوخيه. زين عندنا هنا الباكيت مالتها ملوخيه مجففه، شوفوا هاي الملوخيه مجففه. زين نحتاج بعد ملح وياها، شوي ملح، ملح ليمون اللي هو الليمندوزي، سترونزافت سترونزالز، كزبره اصدقائي مطحونه. عندي تعطيها نكهه كثير طيبه. حلو الكزبره حلو. عندي هنا زيت لحم مثروم، مثل ما قلنا اكثر السوريين يعملونها بالدجاج انا حنسويها باللحمه اليوم. حلو وهذا الثوم، هذا اصدقائي دس كنوبلاوخ، هاك فلايش قول سترونن زالس، عندنا هنا كوريندا، عندنا هنا ملوخيه قتروكنن. اوكي حلو. اول شغله شو نسويها؟ الملوخيه بما انها مجففه اي نحطها بالهذا وننقعها شوي، نحطها وننقعها شوي. حلو بس علي صوتك مرتفع حتى المشاهدين يكون واضح حق كلامهم. ننقعها بالمي اصدقائي، شوفوا مي بارد. هاي هاي شو ريحه بيها؟ تصير ريحتها يعني عباك شبه يعني عباك شلون هسه طالعه مثل ريحه النعناع تقريبا هيك شيء. يلا اوكي هسه ننقعها بالمي مو؟ يلا اصدقائي نحط هنا عليها مي بارد. هاي الملوخيه اللي يريد يعرفها يتعلمها، احنا بالعراق ما ناكلها ما اعرف ليش، لان ما معروفه ما مشهوره عندنا. طبعا هي المصريين والسوريين اكثر شيء يسووها، والمصريين لسه اكثر من عندكم مو اسماعيل؟ المصريين يعملونها بطريقه ثانيه. طريقه ثانيه طيب هسه بس النقعه ايش قد مده النقعه؟ 10 دقائق. 10 دقائق تنقعها اصدقائي ونرجع لكم. قاي اسماعيل هنا قال لي لازم مي بارد، قلت له ليش مو مي دافي؟ قال المي البارد حتى ما يخليها تلزق تلزق. زين اصدقائي؟ يابسه اما اذا مثلا فريش عاد بس يغسلها اي الفريش بس يغسلها، بس هاي اليوم بارده لازم مي بارد مو مي حار. اوكي اصدقائي؟ كلت بصر نش بان بصر. اصدقائي هنا صور هنا عندنا صفاها، شوفوا صفاها غسلها انغسلت بنفس الوقت. هذا المي تستخدمه لو تذبه؟ تبي خلاص بعد ما يحتاج المي نذبه، بس نحتاج هي هاي الملوخيه. يلا غاية بالنسبه للملوخيه هنا حطيت زيت لو ما حطيت؟ حطيت زيت. حط زيت شويه، شوفوا هذا زيت شويه حار. هسه حط الملوخيه. حلو يلا هسه حطينا بعد شو تسوي؟ حط لها شوف هذا ورقة الصيف ثوم ثوم. يلا حط ثوم، هذا ثوم بس كنوبلاو. حلو بعد شنو بعد؟ كمية طيبة مال الثوم يا بثوم من العينتين. ملوخية حلو يا بثوم منها هسه حاليا. كزبرة حلو، كزبرة كوريندا عشان تتقلى مع بعض، حتى تتقلى ويا بعض شوية تصير. حلو بعد شنو؟ نقليها حاليا بعدين نرجع. حلو يلا نقلبها ونرجع لكم نحمسها. هاي هسه حمسها راح يحط تنكيه. شنو اسماعيل؟ شنو هاي؟ هاي الزبده كثير ريحتها طيبه. زبده كلش ريحتها طيبه. او بدال سمنه عربيه او سمنه عربيه؟ سمنه عربيه. حلو السمنه العربيه احسن بس حلو بس هاي زبده تعطي نكهه كلش طيبه.
اصدقائي هاي اخذت النكهه وقلبناها هسه حمسناها وهسه راح نسوي اللحمه مو؟ حلو شيلها على جنب شيلها على جنب دبار حاره وهسه نسوي اللحمه هنا نرجع لكم هاي اللحمه مثرومه اصدقائي هذا حطه هنا اللحم اسماعيل حطه وهسه تقلي نظامي بدون زيت مو؟ شوية بسيط شوية زيت شيء بسيط حط اوكي اصدقائي يلا هسه قلي يرجع لكم انا شو اسوي احط له شوية هيل هذا هيل حلو ملح شو تحط له ملح حط له سوا وراح نحط له شوية ملح ليمون حلو يلا نذوبه بمي اها بعد شوية هاي اوكي حلو هاي هذا ليمون دوزي اللي هو الملح الليمون سترون زاز ايش راح يسوي؟ يحط له شوية ويحط شوية مي ويذوبه ويحطه على الطبخة يلا هسه حط له مي وجيبه خلينا نشوفه هسه كملنا هنا اللحم شنو بعد اسماعيل؟ فضي هذا يلا فضيها الملوخية حلو فضي على اللحمة حلو وهل لسه ما حطينا ملح بعد ما حط ملح لحد الان ولا ملح ليمون بعد لحد الان كل شيء مسوي ما حط يلا بعد شنو عندك؟ ملح ليمون ذوبناه بهاي بالمي اها هذا ملح الليمون اصدقائي ذاب ذوبه هنا بهذا اللي هو اللي مندوزي ملح الليمون اخواننا السوريين يقولوا له ملح الليمون احنا اللي مندوزي حطه حط يلا حلو حلو طبعا ريحتها طيبه طلعت شوف هاي ما تدري هنا ريحتها طيبه مال الملوخيه والكزبره والثوم حلو شو تحط بعد هسه؟ ملح بس اخر ملح اخر شيء ولا هسه؟ هسه يلا هذا الملح هنا صلص هسه يقلبها ونرجع لكم وهسه اصدقائي اسماعيل هنا حط الملح حلو قلب اذا شفتوا ما ناشفه احنا راح نزيد لها شوي مي عشان تنطبخ مع بعض حلو راح احط لها مي يلا حط لها مي جيب لنا بالله هذا المي اصدقائي هسه يحطه ابو داوود هنا حلو تهدي النار يابا نص النار عليها منين ايضا انا حواليك شو صيني حلو نصيت النار يلا وهسه شنو نغطيها لا نغطيها هسه نغطيها اصدقائي غطيناها شوفوا هذا الغطاء بس كبره اكبر من شو اسمه ويحط له قلاصين مي اصدقائي طبعا هنا الجماعه حطوا زياده من عندهم اللي هو الكاري شو حطيت كاري شو؟ ماجي افضل من الكاري اذا في ماجي افضل وبعد شو؟ رشه سبع بهارات رشه سبع بهارات وماجي حط وياها شويه هنا حتى عن الحلال والحرام احنا لازم نعطيكم الطبخه مثل ما هم يسووها فقلت لهم لا لازم تصوروها صورناكم ياها اصدقائي هاي الملوخيه خلوها تغلي وهسه صارت طبعا ريحتها كلش طيبه ايش قد ما تتصورون ما كنت متوقعها ان هيك ريحتها طيبه وهذا اسماعيل هنا شكرا اسماعيل هسه بعد ما كبرت تقول لك شكرا شير وسبسكرايب شكرا وشكرا لك لان عرفتنا على هالاكله السوريه ان شاء الله الف صحه وعافيه طبعا الطلبه اذا تنشف اي عادي يزيد الواحد مي يعني اها عادي يزيد الواحد مي حلو كل زين عادي ما تاثر شيء كل زين مو معين احنا نشكرك ونقول لك رحم الله والدك بالعراقي اهلا وسهلا زين يلا يسلموا كثير وهاي الملوخيه طيبه لكم دائما ادعمونا بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس حتى من ننزل فيديو اصل لك اشعار انا كل يوم انزل فيديوين ثلاثه بالقناه شوربه وطبخه رئيسيه حتى يجيك كل الاشعار وبنفس الوقت عندي قناه ابن يوسف اكو مربعين هسه هنا اثنين راح تطلع لك هاي المربعين واحد فيديو مالي قناه ابن يوسف وقناه ابن يوسف على الشغلات الاطفال شلون تسوي شوربه شلون يا راح تفيدكم لكم انتم كاهل فاقول لكم مع الف سلامه هاي الشباب هنا الله يعطيهم العافية يشتغلون ينظفون يكملون كله يجهزون تجهيز كامل حتى يطلع كل شيء نظيف. هذا اصدقائي المسجد مالتنا اللي نطبخ فيه هنا هاي المنارة مالتنا احنا منارتنا تصير مربعة مدارية زين وهاي الأضوية مالت ألوان طبعا تدفع عندكم مو ألوان يمكن بس هي ألوان هاي كل ضوء لون شكل كلش حلو ويعني جامع جديد مجد يعني كل شيء بيه زين يلا وهذا هنا الجراج مال السيارات مالته وهسه بالليل راح نروح نقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناه ولايك مع السلامه. مالتنا اليوم هنا نفطر بالبيت وهذا هنا الملوخيه اللي سواها اسماعيل وهذا انا اللي سويته هذا الرز ما شاء الله بدي اكل ابو عراق هاي ابو عراق بدي اكل الشوربه ابو عراق اليوم ضيف عندنا الله يسلمك
حبيبي. وهذا الخضار وهذا البورك. يلا اقول لكم صحتين والف عافيه. ليفطر افطار شهي وايه بعدها سوالف. يلا مع السلامه.